لكل اللي عم يشوفونا من خلال قناة الفجيرة، لكل الموجودين معنا بالفجيرة مول بحلقة جديدة ببرنامج ضربة حظ، تحديات جديدة. وأكيد بدي مسي على زميلي أمجد. يسعد مساك. مساك يسعد مساك ينوار، ويسعد مساكم أعزائي المشاهدين وكل متابعين ومحبين برنامج ضربة حظ من الفجيرة مول. وبنمسي كمان يا نوار على الجمهور الكريم اللي مرافقنا بالفجيرة مول، اللي طبعاً بيمتعنا بالتحديات والمسابقات ومشاركاته. تحية بدي أسمع لكم، تحية أكيد أمجد، خصوصاً أنه اليوم على تحديات كتير حلوة. رح نذكر الجمهور والمشاهدين بفقرات برنامجنا. الفقرة الأولى شرق وغرب، هو وهي، وفقرة الأمثال. أما الفقرة الأخيرة هي ضربة الحظ، رح نختار ثلاثة من الجمهور، كل شخص يرمي النرد لحتى يحاول يجيب رقمين مثل بعض ويربح معنا 10 كوبونات يقدر من خلاله يدخل السحب لحتى يربح سيارة فورد مقدمة من فورد ومن الفجيرة مول. أكيد. والحين طبعاً أولى فقراتنا اللي بنعرفها هي شرق وغرب، هو عبارة عن بس قبل ما نبلش الرعاة والداعمين يلا أمجد بيها. أكيد الجوائز مقدمة من العربية للعود، كرجي للعطور، مسك الإمارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، مطعم لوريز، وكفالو للعطور والسيدات، وريفولي، وفن بلوك للأطفال، وفندق رويال إم، ومؤسسة الطاير للسيارات من فورد. والتحية للفجيرة مول، الدعم الرئيسي لنا في برنامج ضربة حظ. أسمع تحية. يا سلام يا سلام، تحية يا لكل الداعمين. أوكي، أنا شايف الأولاد كتير متحمسين لحتى نبدأ أولى فقراتنا، فقرة شرق وغرب. راح يكون في صورة قدامكم على الشاشة، كل المطلوب منكم تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع وتكون صحيحة. أكيد. أوكي، فيك تختار فريقك، وأنا كمان راح أشوف مين من فريقي ممكن أختاره. ها 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 ها. جاهزين 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 جاهزين. بدنا أشخاص جداد. لا مش كبار، إحنا صغار. أوكي، أنت اخترتي خلاص؟ إيه. طيب طيب طيب، بدي حدا جديد، بدي حدا جديد 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 جديد، بدي جديد. طيب بتشرف عنا اللي لابس كندورة. أوكي، اخترنا خلاص، إن شاء الله بالفقرة الثانية. تعال. أوكي، أنا رح أتعرف على المشترك اللي معي بالفريق. خبرني شو اسمك؟ مجد. شو؟ مجد. مجد من وين؟ فلسطين. من وين؟ فلسطين. مجد لازم تعلي صوتك، أنا فريقي دايما قوي وبيفوز على فريقه لأمجد. أوكي، تحية لمجد من فلسطين. عرفنا يا أمجد عن الشباب. وبدنا نتعرف على البطل الأمور. خلفان. من وين يا خلفان؟ من الفرفار، يعني من إمارة الفجيرة صح؟ تحية للجمهور إمارة الفجيرة، تحية. مجد، فيك تقعد أنت وخلفان صح؟ أيوة، خلفان رح نركب الصورة. أوكي، اقعدوا على المربعات الزرقاء. مجد انت اقعد هون وخلفان هنيك، تقدروا تشوفوا القطع وتشوفوا الصوره لحد ما امجد يعد لكم. بس يعد لكم تقدروا تبلشوا. اوكي، معكم بس دقيقتين. اوكي، جاهزين؟ يلا جاهزين، يلا 1 2 3 وبدينا الحماس والتحدي، بدينا السرعه والتميز. بس ببرنامج ضربه حظ يا نوار. حظ المباراه. حسي مباراة. في مباراة. أوكي. أكيد أوكي. هي مباراة. نشوف إذا هالمرة مثل كل مرة فريقي اللي رح يفوز ولا لا. شو رأيك يا أمجد؟ يلا. برافو، خلفان عنده قطعتين صحيحة. حيوهم، بدي أسمع تحية. حيوهم. مجد. بيستاهلوا. حاول شوف الألوان ممكن تساعدك. يلا يا مجد. كم معانا من الوقت؟ ركز ركز. خلفان طلعوا الصور كلهم، طلعوا الصور كلهم عشان تشوفهم. ايوه، خلفان عنده صورتين، مجد للاسف لسه ولا صوره، بس لسه معنا شويه وقت يا امجد. يلا معنا دقيقه، غير يا خلفان. لا حيوهم. شوف مجد، شوف صور ثانية. هذيك القطعة أربعين ثانية. هاي صح. مجد كمان صار عنده قطعتين. خلفان 30 seconds. عنده كمان قطعتين صح.
باقي القطع غلط حاول غيره. ها شوف شوف قطعة ثانية خلفان. شكلهم رح يتعادلوا الشباب أعتقد. مجد مجد لا لا مجد ولا خلفان؟ شوف شوف مجد ولا خلفان؟ 5 4 3 2 1 ستوب. للأسف انتهى الوقت. مجد عنده بس قطعتين صح؟ شوف يعني لو حركتها شوي كانت صح. عندك بس قطعتين. خلفان عنده ها خلفان عنده 3 قطع صحيحة للأسف. شكراً مجد. سافئ لهم حيوهم. تعال سافئ لهم. تعال تعال وقفهم. أوكي رح نعطيك النرد. ارمي النرد لنشوف. ها 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 رقم رقم ثلاثة. ألف مبروك خلفان، تربح معنا جائزة مقدمة من فان بلوك بالفجيرة مول. شكرا. جائزة لخلفان. تحية تحية بيستاهل خلفان. أمجد كمان. أنا شفت وحدة من صديقاتي كانت معي بريمبو. أوكي وينها؟ لينا تعالي. اهلا اهلا. مين اللي راح يربح؟ تعالي راح نربح عليه صح؟ مين الرابح الثاني؟ مين الرابح الثاني؟ تعالي وقفي هون. تعالي يا امور اول وحده. تعالي 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 ها هون. تعالي تعالي اول شيء نتعرف عليكي. تعالي اوكي. لينا رفيقتي من زمان اصلا انا وياها رفقه ومن زمان انا وياها بنعرف بعض لهيك نحن رح نربح عليه صح؟ بس خبرينا لينا من وين انت؟ فلسطين. اهلا وسهلا فيك. عرفنا على البنت اللي معك. بتعرف على الحلوه؟ مروه. من وين يا مروه؟ من مصر. تحيه لمروه من مصر. يلا. تحيه مصر ام الدنيا. يلا يا مروه. ومروه لينا اقعدي هون. اقعدي هون هون مروه. ايوه هون. فيكم تشوفوا الصوره. أيوة. وترتبوا او تركبوا على اساس الالوان. اوكي يلا جاهزين؟ امجد ردلن جاهزين؟ وين الاوكي جاهزين؟ يلا 1 2 3 وبدا التحدي. بدا التحدي للفائز من المتسابق او من الفقره الثانيه من شرق وغرب. طب انا بعرف اعمل نفس الحركه. شفتني؟ لا لينا بالعكس بالعكس. بالعكس مين راح يفوز معانا؟ غير أيوة. بدل غير بدل. لينا صار عندها قطعتين صح. غير بدل يا مروه. غير بدل. يلا يا لينا. يا مروه في عندك هاي. يا مروه بصي بقى هتكلم مصري يا بس مروه بس ارجعي ركبي غيري هون. شوفي حاجه ثانيه. شوفي حته ثانيه حلوه. لا بالعكس خلاص شوفي وحده ثانيه. ايوه شوفي وحده ثانيه. شوفي اي قطعه. لينا صار عندها 3 قطع صح. مروه شو صار معك؟ ليه ما عم تساعدها؟ ما انا بساعدتها والله. يلا يا مروه شوفي لون ثاني. لينا يا لينا اسرع يا مروه ركبي. لينا حاولي بلون ثاني او بشكل ثاني. حاولي ركبي الزرافه مثلا او 30 ثانيه تمساح. عشرين ثانيه. يلا يا لينا شوفي هاي 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 هون. ايوه 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 5 4 3 2 1 2 يا سلام. أوكي. يا سلام لينا بس 3 قطع. مروه عندها 4 قطع. تعالي شكرا مروة. لينا تعالي تعالي يا مروه. مبروك مروه. مروة ارمي ارمي النرد لكوين. بس جيبي حجر النرد معك وتعي. ايه يا مروة ارمي النرد. قاعد بتكلم من الصبح يا مروة غياري بدلي. يلا ارمي الحجر. رقم 1 سافي
ألف مبروك مروة قسيمة مشتريات من الفجيرة مول. شكراً. شكراً. يعني ها كنت محظوظ. تاني فايز. كنت شوي محظوظ. تاني فايز. يلا بدنا نختار. اختار يا نوار. أوكي. اختار يا نوار. خليني اختار. تعالي طيب تعالي. أنا اخترت. أنا اخترت. تعال. خلاص. تعالي. انتي. تعالي. تعالي. لا اللي لابسة أسود. تعالي هان. بتعرف اللي عليكي. اللي لابسة أسود. إيه. انتي. اه اوكي جيتي. اوكي يلا. تعالي. شو اسمك؟ سوري اخترعك باخر فقرة. اوكي شكرا. شو اسمك؟ دانا. دانا. انا اللي عندي دانا. 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 وانتي دانا. شو اسمك؟ دانا الدنيا. ريتاج. شو؟ ريتاج. ريتاج. اهلا وسهلا فيكم. ريتاج انتي من وين؟ من الامارات. من الامارات. وانتي من وين؟ اهلا وسهلا فيكي. من الاردن. من الاردن. يلا أوكي. خلينا نتحدى. يلا روح على التحدي. عدي هون. لا هون هون بدك تقعدي. تعي هون. هون هون هون. أيوة. أوكي لا تبدأوا لحد ما أمجد يعدلكم. هون قلنا مثلها. تعالي تعال هون هون. أيوة 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 شاطرة. سقف لهم حيوهم. يلا يا أمجد عدلهم لأنه كتير متحمسين وريتاج أصلاً بلش. عدينا عدينا. يلا يلا مش مشكلة. ها مين راح يفوز؟ غيري 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 المكان. مين راح يفوز؟ هنيك أسرع. يلا آخر شيء آخر شيء. لا غلط. شوفي حاولي ركبي الفيل. حاولي ركبي الفيل. الفيل الفيل. كم الوقت يا كنترول؟ الرمادي هذا معانا دقيقة ونص. لا نحاول نبدل نغير شوي. أمجد أوكي أنا ما رح أضلك ربحان علي اليوم. تعالي شوف صح هيك صح هيك. هون هيك. أوكي أمجد مو شايفنا. يلا كملي كملي نوار. نعم نعم. بدي حماس. سافي شوفي عندك هذا اللون. هاي القطعة. هاي 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 ايه. ها وين وصلنا؟ معنا دقيقة واحدة. ريتاج عنده 4 قطع صحيحة. دانا كم قطعة؟ يلا 40 دانا. ثانية معانا. أيوة 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 30 ثانية معانا. يلا شوفي هاي 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 اي لا بالعكس بالعكس 20 ثانية. أيوة. معانا. طب ساعد فريقك. ريتاج عنده 5 قطع. خلص الوقت على فكرة. خلص الوقت ومعانا نحن 3 قطع. 3 قطع لريتاج. ها قصدي 3 قطع لدانا. سافي تحيوهم. 1 2 3 4 5 6 6 قطع لريتاج. تعالي مبروك. شكرا انك ما خليتي امجد يشمت في اليوم ويقول لي انه انا كل اللي عندي. تعالي يا فريقي. تعالي يلا أمجد دانا تعبت كتير. والله تعبت كتير وأنا فكرت. لازم أكفئها صراحة. أنا برأيي نربح التنتين. شو رأيك؟ التنتين سافي. التنتين أكيد. التنتين مبروك. ريتاج ارمي النرد. ارمي النرد لنشوف أي رقم. رقم 6 أعلى رقم بالنرد. سافي ودانا. تستاهل دانا. ارمي النرد. يلا روحي شوي شوي. بتذكرني في طفولتي وبعفويتي. اوف رقم 3 صار عندنا هديتين. خليك استني. ألف مبروك ريتاج قسيمة مشتريات من الفجيرة مول. شكرا. ودانا ربحتي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا. يلا شكرا. شو ها هاي يعني مرقتي لك بواحد الحظ لك. انت اليوم محظوظ على فكره. احنا شو اسم برنامجنا؟
ضربة حظ. هي ضربة حظ اليوم نوع. عندك أوكي. أكيد ماشي أمجد، رح نكمل أكيد ونروح لفقرة هو وهي بس بعد البريك. طبعا نوار شو. بدي أسمع الجمهور جاهزين، بدي تحيي سافة. أيوة راح نكمل ولكن بعد البريك. ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد، بنكمل فقراتنا ببرنامج ضربة حظ. طبعا نوار وصلنا لوين نوار؟ وصلنا لفقرة هو وهي. ان شاء الله بهاي الفقرة يكون الحظ معي وفريقي انا اللي يربح مثل ما تعودنا دائما. هاي الفقرة رح نختار فيها شاب وصبية، الشاب رح نسأله اسئلة بتخص الصبايا والصبية رح نسأله اسئلة بتخص الشباب ونشوف مين ممكن يربح. خلص بنشوف. شو رأيك نبدأ؟ نبدأ يلا بنختار الكبار. خلينا بس نشوف إذا في حدا مع حسن ممكن يشارك معنا. أوكي وين حسن؟ تفضلي أنت جديدة معنا بالبرنامج. أيوة تفضلي. أنا اخترت فريق. شباب وينكن يا شباب؟ تفضل. عليكم السلام. تفضل. أنت مع فريق نوار. أوكي. اللي رح نكسب. ايه تعرفنا عن حالك؟ وائل من مصر. اهلا وسهلا فيك. بتعرف عليك؟ امين. اميل من وين؟ تحية لأميل. تحية. شو الاسم؟ أمال؟ أمال. اوكي أمال ووائل رح نبدأ عنا. والسؤال الأول بيقول في معكم بس 15 ثانية لحتى تجاوبوا. السؤال الأول بيقول شو يعني البديكير؟ بديكير اللي هو الحاجات الأظافر والتنين ده، الإيدين والرجلين. إيدين خليها رجلين. أوكي صح. لا كتير بتغشش. الأكتئاب مبين يعني. أوكي سافي سافي يلا. عندك يا أمجد. ما هي وظيفة بخاخات الوقود في السيارات؟ بخاخات الوقود في السيارات شو وظيفتها؟ تغذية المحرك بالوقود. يا سلام والله صح؟ سهلة صح. أوكي عندي يا أمجد. البرايمر بالمكياج بالميك اب وين بينحط؟ برايمر المكياج على العينين الشفايف على الحواجب. كنترول فرص على الراس. يلا 4 3 2 1 2. يوضع قبل كريم الأساس. طيب ما راح تعرفها. أنا سؤالي سهل. كم مدة الشوط الأول في مباريات كرة القدم؟ 45. يا سلام بتكمل 90 دقيقة سافي. أوكي عنا يا أمجد. ورق الكربون لشو يستخدم بالخياطة؟ ورق الكربون بالإيه؟ بالخياطة عشان خاطر يحدده. صح طبعاً. والله صح. طيب صار عنا نقطين. خدي لك هالسؤال. راح نفوز عليكم. يلا. لازم نفوز عليكم. الجرافة بنعرف الجرافة صح؟ شو وظيفتها في البناء؟ لدفع كميات كبيرة من الرمل والحصى. يا سلام سافي سافي. لا لازلك كثير سهل يا أمجد. شكرا سيد وائل. حجر النرد إلنا وإلك. حجر النرد وحجر النرد. تفضلي يلا يا أمال. وصل النرد لبيت الجيران على فكرة. رقم 2 جائزة رقم 2. ألف مبروك تربحي معنا هدية مقدمة من مسك الإمارات. شكراً. صار بدنا نختار كمان. اختاري فريقك يلا. لا حسن رح يختار لنا اليوم. أنا في حد جديد هناك. حسن رح يشاركنا. طيب أوكي. بالاختيار. بس في حد جديد هناك. تفضلوا. تفضلي أمجد. تفضلوا. طيب أوكي 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 أوكي. تفضل تعرفنا عن حالك. ياسر صافي لبناني. طيب نختارك أمجد. أنا آسف ولكن نختارك فقرة ثانية. نختارك الفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها أنت مشارك. أنا بوعدك أنت طالع معي هترجعي إن شاء الله. طيب تعرف علي؟ تعرفنا عن المدى؟ هدى؟ نورة. نورة من وين؟ لبنان. لبنان أهلا وسهلا. تحية.
أمجد رح نبدأ معي. طبعاً أمجد كل مرة بيربح بس نحن هالمرة رح نربح. أوكي؟ أوكي. سؤال أول بيقول البرقع وين بيلبسوا النساء؟ البرقع كنترول على الوجه. على الوجه صح، عندنا نقطة. أوكي. عندك يا أمجد وظيفة الدينامو في السيارة شو؟ الدينامو في السيارة بيدفع شو؟ دينامو في هيدروجين بيدفع السيارة. صح صح بيدفع صح صح. أوكي، البيكنج باودر وين بيستخدم بالحلويات؟ بيكنج باودر بنحط بالجاتو. صح طبعا. ما شاء الله، يعني ليش هيك بتذاكر فيني؟ يلا فريق راح يفوز ان شاء الله. طيب، اين تنفذ الركله الركنيه اوكي في مباريات كره القدم؟ وركله ركنيه وين بتكون؟ الركله الركنيه وين بتكون؟ المرمى. يعني لما بحكي لك اركني الشغله هاي، وين بنحطها؟ بالمرمى. لا مش بالمرمى، اركنيها ركن. 2-1 زاوية. صح اوكي. عنا كيف شكل بنطلون الكابري؟ بنطلون الكابري قصير للرجل. صح. شو يعني اخر سؤال؟ شو يعني قطب التأريض في الكهرباء؟ أمجد؟ أمجد؟ صح 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 صح. ألف مبروك، أنتوا الاثنين ربحانين معنا. حجر النرد، حجر النرد، يلا تفضلوا ارموا النرد. ألف مبروك. أوكي، تعادل. تفضلي رقم 2. جائزة رقم 2 وكمان جائزة رقم 2 يا علي. أمجد بس خلي السيد ياسر يرمي النرد كمان مرة لأنه عندنا 2 ربحانين. تفضل ارمي النرد رقم، أعتقد أنه راح يكون 6 أو 3. أوكي، ثلاثة جائزة رقم 2 وجائزة رقم 3. ألف مبروك، تربحي معنا هدية من كافالو. شكرا. وسيد ياسر كمان هدية من كافالو. شكرا. شكرا أيوم. ها. تعادل. اوكي، لك الحظ معك اليوم. نحن رح ننتقل لاخر فقره، فقره الامثال، بس بالاول رح نطلع بريك وراجعين. رجعنا مشاهدينا وكل الجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول لحتى نكمل آخر جزء من تحدياتنا لليوم. وصلنا لفقرة الأمثال يا أمجد، ونشوف مين أبو الأمثال على قولتك. طبعاً فقرة الأمثال 5 أمثال رح نسألهم للمتسابق، لكل مثل 5 ثواني على الأقلية يجاوب 3 أمثال، وراح نشوف مين رح يطلع معنا أبو الأمثال في متسابقة أجت قبل فقرة ووعدناها نطلعها معنا. تتفضل. تفضلي. كلكم ربحانين، كلكم ربحانين. احنا معانا لاخر رمضان. عن حالك؟ رغدة من تونس. اهلا وسهلا فيكي رغدة، كيفك بالامثال؟ اوكي ولا لا؟ سهلين سهلين. اوكي، تبدا انت ولا ابدا انا؟ أوكي. يلا. لا الي فيها ناقة ولا جمل. يا سلام. سافي. من شب على شيء شاب علي. صح. عندك يا امجد كل شاء أو كل عنزة؟ معلقة ب أمجد. أوكي، عندك 2. عنا اللي بعده، كل فتاة بأبيها متعلقة أو معجبة. صحيح. عندك يا أمجد حصانين على مؤلف واحد. حصانين على على مؤلف واحد. انتهى الوقت. بس انت ربحانة، عندك 3 اجابات صحيحة. الف مبروك. ترمي النار. تفضلي.
رقم 1. ألف مبروك أيوها لرغدة، اسمع تربحي معنا جائزة مقدمة من العربية للعود. أيوها. شكرا رغدة. أمجد، أنا رح أختار هالصبية، شو رأيك؟ يلا نختارها. إيه اللي لابسة شيلة بيضة، اللي لابسة شيلة بيضة. لازم نتعامل بالألوان لأنه جد ما شاء الله الجمهور، لأنه هيك على الإشارات صعب الصراحة. الصبية اللي لابسة شيلة بيضة. صبية 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 اللي لابسة شيلة بيضة. حسن لو تساعد الصبية بس تجي لعنا. شكرا. وانت كمان بتعرفي بالامثال، تعرفين عن حالك؟ هلا فجيرة، اهلا وسهلا فيكي. هلا هلا وغلا. يلا امجد ابدا لنشوف. ثلاثه ما بيتخبوا، الحب والحبق وركوب الخيل. صح 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 يا جمهور. سافه من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. صح عندك يا امجد. لا تقول فول لا يصير بالمكيوت. يا سلام. اللي بيجرب المجرب بيصير عقله مخرب. صح عندك يا امجد. طيب شو ما طبخت العمشة زوجها بيتعشى. يا سلام. صح الف مبروك. كل الاجابات صحيحة. ترمي النرد. شو اسمك انت؟ سافة. جود. هيوها جود. هيوها ولا جوري؟ اوكي يلا. يلا ارمي النرد. ها 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 رقم خمسة. خمسة. رقم خمسة. ألف مبروك. هلا بتربح معنا وجبة لشخصين مقدمة من جراند بوريم. بس تتفضلوا من هون. تفضلوا من هون. شكرا لك. أمجد شو رأيك؟ بس عنا متسابقين. عنا متسابقين اثنين. في حدا جديد. أنا بدي أختار الشخص الجديد هنيك. مين؟ شو لابسة؟ عباية. اللي لابسة عباية. خلينا ناخذ ناس جداد، كل الناس اللي موجودين معانا ربحانين طيلة أيام شهر رمضان المبارك. تفضلي. أهلا وسهلا. تعرفين عن حالك؟ أم يامن من الأردن. أهلا وسهلا فيكي أم يامن. كيفك بالأمثال؟ الحمد لله. أوكي مشهورين أهل الأردن بالأمثال. رح أبدأ عندي. أول مثل بيقول احترنا يا أقرع. من وين انجد لك؟ صح عندك يا أمجد. لعبت في التفكير. تربوا بالتدبير. صح صح. الاسكافي حافي والحافي وال اسكافي حافي وال والحايك عريان. يا سلام. صح. صح عندك يا امجد. يا داخل بسن البصل وقشرتها طولها غير ريحتها. يا سلام. صح. باب النجار. باب النجار مخلوع. يا سلام. صح امجد. هلا كل اجابات صح بس انت كثير عم تساعد على فكره. انا خاطري كل الناس فوز. ما عليه بيستاهلوا. امجد لو جيب لها النرد للمدام. سافة. رقم خمسة. واحد. 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 أوكي. ألف مبروك مدام. ألف مبروك. معنا جائزة مقدمة من ريفولي. شكرا لك. تفضلي من هون. شكرا يا مدام. كيف الشباب طيب؟ وين الشباب؟ شباب كيفكم؟ وين الشباب؟ الشباب الشباب. أمجد. الشباب. في هون الشاب أنا أول مرة بشوفه. يلا. بشرف معنا. أهلا وسهلا. الأجواء حماسية بالويكند. وعليكم السلام. تفضل. تعرفنا عن حالك؟ محمود. وين؟ محمود. محمود اسمي؟ من مصر. أهلا وسهلا فيك محمود. محمود من مصر. تحية. يلا يا أمجد راح نبلش من عندي بالأمثال. ماشي. كلمة بتاخده كلمة بتاخده يعني كلمة كلمة بتاخده تديله. صح صح, صح. اوكي الثاني على قد بساطك. مد رجلك. صح عندك يا امجد. عمر الشقه شقي عمر الشايبه. صح. ضربتين على الراس توقع. يس. صح عندك يا امجد. صيت غنى. صيت غنى. صيت غنى ولا الصي ولا البقر. صح صيت بقر. صح صح. الف مبروك محمود. يعني على السريع ما في نقاش. تفضل ترمي النرد. تفضل. رقم خمسة.
ألف مبروك، بتربح معنا هدية مقدمة من كافالو. شكراً لك، تفضل من هون. شكراً. أمجد، عم بيقولوا لي إنه حسن اختار على ضربة حظ. هات لنا اللي اخترتهم يا حسن. يلا تفضلوا. يلا على السريع. أهلاً، عارفين عن حالك؟ شاهد من مصر. أهلا وسهلا شاهد. راح نختار، راح نختار. وأنت خبرنا شو اسمك؟ أنا عبد الرزاق. وين؟ سوريا. أهلا وسهلا فيك. وحضرتك مدام فاطمة من سوريا. أهلا وسهلا فيكم شهد وعبد الرزاق وفاطمة، لنشوف مين صاحب الحظ الأكبر اللي رح يقدر يجيب أجرين. رقمين مثل بعض ليدخل معنا السحب. تفضلي مدام. ثلاثة واثنين. ستة وأربعة. وأربعة. ستة وأربعة. كمان عندك محاولة. أوه. أوه ستة أوه. وخمسة. شكراً حظ أوفر. عبد الرزاق يلا. خمسة أربعة واحد. أربعة واحد. كمان عندك مرتين حتى تحاول. أربعة وستة وأربعة. ألف مبروك، ربحت معنا عشر كوبونات لتدخل السحب على سيارة فورد. تفضل. تفضل. شكرا. يلا يا شهد، شوفي عبد الرزاق يعني كان الحظ معه، إن شاء الله أنت لازم كمان تفوزي. يلا. حاولي تجيبي رقمين مثل بعض. خمسة و... وخمسة. صافي صافي صافي. أنت كمان ربحتي معنا، يعني اليوم محظوظين. عبد الرزاق وشهد كان الحظ معنا، ربحوا معنا عشر كوبونات أكيد. ليدخلوا السحب على سيارة فورد. أمجد للأسف وصلنا لختام برنامجنا ضربة حظ، صار نقول صار وقت نقول باي.